أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ مع أهم العناوين. الهيئة نت جهات خارجية تستحوذ على مقدرات محافظة نينوى ومشاريعها. العربية الجديد، الروس يحرقون ريف حما استباقا لجولة أستانا. وفي المدى، تقارير الموازنة المقبلة تؤشر تصاعد العجز ل 72 تريليون دينار. وفي موقع كتابات، صناديق استثمارية مشتركة مع بغداد للإفلات من العقوبات. وفي صحيفة الزمان، تجاوز المسؤولين قرعة الحج، سرقة للاستحقاق. وفي القدس العربي، بكين وواشنطن تستأنفان مفاوضاتهما التجارية بعد توقف دام 3 أشهر. وفي العرب اللندنية، المحاصصة الحزبية تمنع إصلاح الخلل في الحكومة العراقية. نشر البنك المركزي العراقي تعميما أمر فيه المصارف العاملة في العراق بتجميد حسابات 4 عراقيين متورطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان. العراقيون 4 هم محافظ نينوى السابق ومحافظ صلاح الدين السابق وآمر كتيبة بابليون التابعة للحشد الشعبي وآمر لواء 30 الحشد الشعبي. كل هذا أخرج هذا تم خارج نطاق القانون والقضاء العراقي وكل ما له علاقة بالسيادة الوطنية. مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي. نظام يتأرجح ما بين استجداء الحماية الأمريكية والإيرانية لأنه يرى أن عدوه الأول هو الشعب. يغذي ديمومة هذه العلاقة النهب المنهجي لأموال البلد في سنوات الاحتلال الأولى، ومن ثم الفساد المتمثل بالعقود الضخمة بقيمة مليارات في مجالات الإعمار والسلاح والنفط والشركات الأمنية التي تم منحها إلى شركات أمريكية بعد إعلان انسحاب القوات العسكرية عام 2011، وتم التوقيع على معظمها في أثناء وجود نور المالكي أمين عام حزب الدعوة رئيساً للوزراء مدة 8 سنوات، أشرف خلالها على تأسيس شبكة فساد منظم يقوم من خلالها رجال أعمال ومسؤولون حكوميون عراقيون حاليون وسابقون مرتبطون به بالعمل مع شركات أجنبية مقابل دفع حصة معينة. وقد نشر موقع ديلي بيست الاستقصائي المتابع لقضايا الفساد الأمريكية في 24 من يوليو تموز تقريراً بعنوان العلاقات المشبوهة لجنرال أمريكي متقاعد بالعراق. يضم التقرير تفاصيل دقيقة بأسماء الأشخاص والشركات والتاريخ والأماكن عن شبكة العلاقات الخفية والعقود العسكرية والتجارية بين الجنرال فرانك هالمك الذي كان من نجوم الاحتلال وتقاعد في 2011 ليصبح رجل أعمال، فتحت له علاقته بنور المالكي أبواباً واسعة في مختلف الشركات المشبوهة المرتبطة بالنظام السياسي العراقي. تقول الكاتبة: الحاجة ماسة جدا إلى التنسيق والتكاتف بين الجميع تحت الشعار الواقعي الموحد الفساد يقتلنا، بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات التضامن والمنظمات الحقوقية خارج العراق وبضمنها الأمريكية المستقلة غير المرتبطة بالإدارة المعنية بالشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان. أحد الجوانب المهمة للعمل التضامني المتكافئ هو التمكن من كشف الاتفاقيات والمساومات الثنائية غير المعلنة المقيدة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات بصددها. المحاصصة الحزبية تمنع إصلاح الخلل في الحكومة. عادل عبد المهدي يفشل في إقالة وزراء فاسدين وعدمي الكفاءة ومتهمين بالإرهاب. تقرير لصحيفة العرب اللندنية جاء فيه: يسعى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ أسابيع إلى إقناع
كتل سياسية في البرلمان باستبدال وزرائها في الحكومة بسبب ضعف أداء بعضهم واتهامات الفساد وشبهات الإرهاب التي تلاحق البعض الآخر. وحتى الآن هناك نحو 6 وزراء على لائحة الاستبدال لم ينجح عبد المهدي في إقناع كتلهم بضرورة تقديم بدلاء عنهم. في عرف المحاصصة المتبع في العملية السياسية العراقية، لا تؤخذ كفاءة مرشح ما لمنصب وزاري أو خبرته أو تخصصه بنظر الاعتبار كثيراً عند تكليفه، فالأهم هو وجود كتلة سياسية قوية خلفه أو قدرته على شراء المنصب من هذه الكتلة، وهو ما يسمح بوصول وزراء عديمي الخبرة والكفاءة وربما متهمين بالفساد إلى مواقع المسؤولية. وبعد نحو 10 شهور من عمر الحكومة، يبدو أن رئيس الوزراء اقتنع باستحالة تنفيذ برنامجه في ظل الكابينة الحالية التي وصل إليها متهمون بالإرهاب والفساد فضلاً عن عديمي الخبرة والكفاءة. وتقول مصادر سياسية مطلعة في بغداد للعرب اللندنية إن عبد المهدي يحاول منذ أسابيع إقناع رئيس البرلمان بضرورة استبدال وزير التجارة محمد العاني بسبب تزايد الحديث في أروقة الوزارة عن ضلوعه في قضايا فساد مالي. وحتى الآن لا تزال حكومة عادل عبد المهدي منقوصة من حقيبة التربية التي يديرها بالوكالة وزير التعليم العالي قصي السهيل، حيث فشلت جهود خميس الخنجر زعيم المشروع العربي الذي تقع وزارة التربية ضمن حصته بإقناع القوى السياسية بأي من مرشحيه. وفي حال إقالة وزراء جدد دون أن يكون هناك بدلاء ليحلوا محلهم، فإن قائمة وزارات الوكالة مرشحة لأن تتسع، وهو ما لا يمكن لعبد المهدي أن يغامر به في ظل وجود قوى سياسية لم تستبعد بعد خيار إسقاط الحكومة أملا في الحصول على مناصب في الحكومة التي ستخلفها. تنتهي اليوم المهلة التي حددها رئيس وزراء الوزراء عادل عبد المهدي لإعادة هيكلة الحشد الشعبي. والحشد عبارة عن مجاميع عسكرية مستقلة بقياداتها وتنظيمها. المتغير اليوم هو ظهور داعش المفاجئ وهجومه على حقول نفطية في محافظة صلاح الدين، وهو الهجوم الأول منذ إعلان الدولة تحرير أراضيها من التنظيم في عام 2017. وكشف جهاز المخابرات في العراق عن خطة واسعة للتنظيم كانت تستهدف العاصمة بغداد وبعض محافظات الجنوب وإقليم كردستان. عن السلاح المنفلت والميليشيات في العراق كتبت أمل عبد العزيز في صحيفة الشرق الأوسط. لماذا عادت الحياة لتنظيم داعش بعد هذه السنوات؟ هل كان موجوداً ومتوارياً أم تسللت عناصره مع اللاجئين القادمين من سوريا؟ أم تلقوا مساعدات وإسناداً من جهة ما؟ والسؤال الأبرز، ما الخطر الحقيقي الذي يهدد العراق ويقف في سبيل عودته لمحيطه العربي وإنعاش اقتصاده وتنميته؟ لا شك أن العراق يواجه تهديدات أمنية كبيرة، ورغم أنه في أفضل حالاته منذ سقوط نظام صدام حسين من جهة علاقاته العربية والدولية، فإن الحالة الأمنية تراوح مكانها ما بين التنظيمات المسلحة المتطرفة الشيعية والسنية. لا أريد أن أقول إن سبب ظهور داعش المفاجئ هو محاولة إعادة الهيبة والحاجة إلى قوات الحشد الشعبي، ولكن الإجراءات التنفيذية التي أعلنتها حكومة عادل عبد المهدي مؤخراً تتلخص في غلق مقرات قوات الحشد وإخراجها إلى معسكرات بعيدة عن المدن. وهذه الإجراءات تختلف عن نص المرسوم الرئاسي الذي كان يحتم على قوات الحشد أن تأتمر بأمره بصفته القائد. المقرات البعيدة التي تنوي الحكومة إبعاد قوات الحشد إليها ستزيد من نفوذها ولن تقلصه كما يعتقد.
لأنها ستشكل معسكرات خارجة عن الدولة وبعيدة كل البعد عن أعين الدولة. اليوم تقول الفصائل المسلحة الشيعية أن الدولة في خطر بعد استعادة داعش قدراته الهجومية، وبالتالي من المستبعد أن يتم تحجيم القوات، قوات الحشد أو تحييدها، لكنه يوضح مدى ترابط المصالح بين التنظيمات المتطرفة وأنها تشترك في أهداف واحدة أهمها عملها ضد سيادة الدولة. عن وقف العمل بالاتفاقات مع الكيان الصهيوني كتب معين الطاهر مقالا في صحيفة العربية الجديد، جاء فيها: لم يكن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني الأول من نوعه، ربما لن يكون الأخير، إذ سبقته عدة قرارات بعضها كان أقوى وأوضح وأشد لهجة. وبحسب زملاء باحثين، بلغت تلك القرارات والتصريحات الرسمية في أعقاب هذه الاجتماعات بلغت أكثر من 58 قراراً تصب كلها في الاتجاه نفسه، ولسان حالها يقول: نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً. بداية، افتقر قرار الرئيس إلى آليات لتنفيذه، مكتفياً بنيته تشكيل لجنة لوضعها من دون أن يصدر قرار بها أو تسمية أعضائها وتوضيح مهامها وتحديد فترة زمنية لإنهاء أعمالها، حتى لا يصبح حالها حال اللجان الأخرى التي شكلت للغاية نفسها، ولم يعلم أحد ماذا فعلت وإلى ماذا توصلت. إن قراراً بهذه الأهمية كان ينبغي له أن يقترن بإجراءات تنفيذية مباشرة كاملة كانت أو متدرجة حتى يكتسب مصداقية كاملة، خصوصاً أنه يتميز بأنه صادر عن الرئيس نفسه وليس عن هيئات قيادية، مع أن المفترض في النظام السياسي الفلسطيني أن قرارات الهيئات القيادة أقوى وأكثر إلزاماً، ولكن هذا ليس حالنا. تميز الخطاب بلهجة جديدة مختلفة عما عهدناه من الرئيس عباس، فهو وإن كان قد أبقى الباب مواربًا للعودة عن القرار والرجوع إلى مفاوضات السلام، إلا أن الصيغة القوية التي استخدمها للحديث عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وعن ممارسات الاحتلال وعن حق الشعب الفلسطيني في التصدي لها وعن نظام الأبارتايد والتمييز العنصري الصهيوني كانت غائبة عن تصريحاته السابقة. وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، فقد جدد الرئيس عباس الدعوة إليها على قاعدة اتفاق عام 2017، إلا أنه غمز من قناة حركة حماس حين اتهمها بالتساوق مع إسرائيل والولايات المتحدة نتيجة موقفها وحركة الجهاد الإسلامي في لقاءات موسكو بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية، مشترطاً قبولها ببرنامج المنظمة لتحقيق المصالحة. ما زال الوقت مبكراً لتقدير ما إذا كنا سنشهد تطبيقاً عملياً للقرار، فنحن الآن أمام دق الأجراس بصوت أعلى من السبق، ولكن هذه الأجراس تكشف بجلاء عن عمق المأزق الذي تواجهه سياسات السلطة الفلسطينية منذ أوسلو، كما يفتح الأبواب على مصراعيها أمام مرحلة جديدة للنضال الفلسطيني والعربي في مواجهة الاحتلال الصهيوني. لم تكن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق منازل المقدسيين في وادي الحمص وصور باهر حدثا استثنائيا، فالجرائم الاحتلالية في القدس تحديدا هي حدث يومي ترتفع وتيرته من وقت إلى آخر، لأن الاحتلال يرى في مجرد الوجود الفلسطيني في القدس تهديدا له، تماما كما يمثل هذا الوجود صمودا فلسطينيا يستحق الإشادة والفخر برغم ثمنه الباهظ عن تطبيع الأنظمة العربية، كتب فراس أبو هلال في موقع عربي 21. عندما نقول إن الجرافات العربية الرسمية شاركت في مجزرة الهدم الأخيرة لبيوت المقدسيين
فإن المجاز هنا يتحول إلى حقيقة، إذ يتزامن هدم البيوت مع لقاءات عربية إسرائيلية على مستوى غير مسبوق. كانت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال دائماً تواجه بشكل أساسي بصمود الفلسطينيين الذين استطاعوا التقليل من خسائرهم بالاحتجاجات والصبر وتحمل ثمن البقاء في مدينتهم. وكان الدور العربي الرسمي مقتصراً على التنديد بالإجراءات الصهيونية، فيما يتم تكريس الوجود اليهودي في المدينة ممدوداً بدعم حكومي وبإسناد من المؤسسات والمنظمات الصهيونية عبر العالم، التي تقدم الأموال اللازمة لتوسيع الاستيطان السرطاني في القدس. لكن الجديد في حملة الهدم الجديدة هو أنها تأتي في ظل غياب حتى التنديد الرسمي العربي الذي كان سابقاً مثاراً للتندر وأصبح الآن هدفاً بعيد المنال، بل إن الموقف العربي الرسمي انحدر من إدانة الاحتلال إلى إدانة الفلسطيني، وإلى التقليل من أهمية الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى التسارع في التطبيع بشكل مشين وبدون ثمن. لم يكن الموقف العربي الرسمي رادعاً في يوم من الأيام للاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية ضد الفلسطينيين عموماً والمقدسيين بشكل خاص، ولكنه كان يمثل أضعف الإيمان. يخرج رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ليتحدث بفخر يومياً عن توثيق العلاقات مع دول عربية سراً وعلناً، ويزعم أنه يقدر هذه العلاقات، وتزعم الدول التي تهرول تجاه التطبيع أن العلاقات مع الاحتلال تفيد الفلسطينيين، ولكن الواقع يقول إن هذه العلاقات ليست سوى ثمن تدفعه الأنظمة للحصول على الرضا الأمريكي. ما إن صعد نجم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حتى شبهوه بالرئيس ترامب، لا لشيء سوى لمظهره الخارجي ونزعته المحافظة وخفة دمه المصنفة بالغرائب. وذهب رأي واسع إلى أن سيد البيت الأبيض وجد حليفا مطابقا، لكن الحالة في واشنطن مختلفة. فالرئيس الأمريكي يتحالف بالكيمياء وليس بالأيديولوجيا، ولا بالمظاهر ولا بالألوان. مقال للكاتب فراس بن حزام بصحيفة الحياة. وفعلا يبدو أننا أمام حلف أمريكي بريطاني تعاد صياغته مجددا على رغم الفوارق بين الشخصيتين. السيد بوريس جونسون كما الرئيس ترامب هدية قيمة للصحفيين المشاغبين والمتندرين والباحثين عن الإثارة، يقدم لهم مادة خصبة، كلمة وصورة، وأمامه لا يحتاج رسام كاريكاتير إلى أي جهد كبير للخروج برسم يجذب القراء، كل ذلك للتسلية. أما عند الجد فالظن أنه بشراسة الرئيس ترامب مع جرعة سياسية أعمق وذات بعد استراتيجي لم تثبت لدى مستعجل النتائج في واشنطن حتى الآن. ولعلنا نتفق أن جونسون ليس تشيرشل وترامب ليس روزفلت، لكن هناك نقاط التقاء قد تذهب أبعد قليلاً من ثنائية بوش بلير، أو تقدم مفهوماً جديداً بين العاصمتين. رئيس الوزراء التاريخي وينستون تشيرشل يجمع الرئيسين، جونسون مغروم به وألف كتاباً عنه، وترامب مغروم أيضاً، نعم مغروم أيضاً، أعاد تمثاله الصغير إلى مكتب الرئيس بعد أن أزاحه سلفه أوباما. أما الكيمياء الشخصية فتبدو في أفضل تفاعلاتها، وهي معيار رئيس الولايات المتحدة مع القادة. الكيمياء الشخصية تفاعلت مبكراً والمصالح متقاربة، وربما بريطانيا تعوض الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي، وذلك يبنى على مسار الرجلين مستقبلاً، إما بولاية ثانية في واشنطن أو بانتخابات مبكرة في لندن ينتصر فيها آخر الشقر.
استطاع باحثون من جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية ابتكار عدسة آلية تساعد على تحسين الرؤية من خلال تكبير وتصغير الأشياء عبر غلق العين وفتحها سريعا، ويمكن للعدسة المبتكرة أن تعمل حتى لو كانت العين مغلقة. وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الباحثين قاموا بقياس الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تولد من حركتها، من ثم صمموا العدسة الجديدة على أن تعمل بمقدار تلك الطاقة. ويأمل العلماء أن تساعد تلك التقنية في تصميم عين صناعية أو كاميرا يمكن التحكم فيها باستخدام العيون وحدها. وكتب الباحثون في الورقة العالمية بتلك العدسة أن النظام الذي تعمل به يمكن استخدامه في المستقبل مع الأطراف الصناعية والروبوتات. يعتبر البلاستيك الأسود من أكبر التحديات التي تواجه إعادة تدوير النفايات اليوم. قد تمكن الباحثون مؤخرا من تطوير تقنية تحوله إلى سلعة أساسية ثمينة. ففي مقاله الذي نشر في مجلة فاست كومباني الأمريكية، سلط الكاتب مارك ويلسون الضوء على مدار البلاستيك الأسود الذي يحتوي على جميع أنواع المواد الكيميائية الضارة، كما أشار إلى الاكتشاف الجديد الذي يتيح الاستفادة منه. وينبع أصل المشكلة من التكنولوجيا المستخدمة في مراكز إعادة تدوير النفايات، حيث تواجه هذه المراكز صعوبة في تحديد وفرز البلاستيك الأسود من المواد البلاستيكية الأخرى، وهو ما يعني أن غالبية البلاستيك الأسود الذي يصل إلى هذه المراكز يلقى به في سلة المهملات بدلاً من تحويله إلى منتجات جديدة. وأوضح الدكتور أندرو تيرين من جامعة بليوموث أن احتواء البلاستيك الأسود على الرصاص ومثبطات اللهب كالبروم يحول دون إعادة استخدامه. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.